حتى ينال حرية في إقامة دولة فلسطينية وقف الإخوة تجاه المصالحة دائما وأبدا هي في قلب كل فلسطيني سيد رئيس الجمهورية وقيادة جهاز المخابرات العامة يعكس إرادة مقتنع إن أنتم قادرين على تنفيذ وعدكم عن مصلحة شعبكم سنيكم في القاهرة إن شاء الله بلدكم هننجح إن شاء الله هتعملوها التاريخ هيكتب عنكم إن أنتم وحدتوا الشعب وتقبلنا معالي وزير المخابرات أبلغنا سيد وزير المخابرات العامة المصرية قبل قليل بموافقتنا على تلبية دعوة القاهرة لأن نكون يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله بالقاهرة لنبدأ الحوار ثنائيا مع إخوتنا بحركة فتح حول الملفات المتعلقة بالعمل الحكومي بسم الله الرحمن الرحيم